أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات فلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، فلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينذرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحوك بلابنا يا آيات اللباتا إيا سدحات وصورة السجدة كمدة. إلهي سبحانه وتعالى وحونا وغسوا ورمي عشر كان يأيدي ودن بيهي. إلهي وحوله سبحانه وتعالى وحكى ظلم بضن مجران روح لغواني آيات كرب جيسو قرآن كبعدنا كجي سنية. إلهي وحوله كوا مجرمين تا وآيات كإلهي كجي سنية وانو كار غدنينا ايوله الهي. ولقد حقيقها اتينا وانو سيني موسى نبي موسى الكتاب كتابك ايانو سيني. فلا تكنها اهاني نوده الهي في مرية شك مدوغا غسوغن من لقائه نبي موسى لكولن كيسا. وجعلناه وحانو كيال نوده الهي نبي موسى امسا وحاوية كتابك لسيو توريدا هدى هنون أيان وكيال نور إلهي لبني إسرائيل غير بنو إسرائيل أن وغيالنا. وجعلنا وحان ويال نور إلهي منهم غير بنو إسرائيل حقودة أئمة إمام ياله ويهدون هنوننا يددك بأمرنا أمر كينك هنوننا يه. لما قرتي صبروا أي صبرين نور إلهي وكانوا أي أهدين بآياتنا آيات كين يوقنونك ويقيننا يه. آيات ماشان إنو كجرينو وعشر كانوا وقبل أبنائه وهي أطاي رسول كان عليه الصلاة والسلام تسليه أطاي نبي الله موسى إيه كتاب كيس التوراة كهاي إن واحد ماشان لو وشيء جايو حجم هذا كذب بيس واحد وي نبي موسى دوا شذا ودوا النبي كان عليه الصلاة والسلام يا أرنت كلام توضأ وها وقتنا نبغينا عليه الصلاة والسلام جوغي دات شاقنا اي دينة نبي الله موسى او نوانك يهودا هاي انا يكسو غيهين مركا واحا ويا واحا لو شيقا يو سيحو جاقو لداس لوغو اوغو او اياقو مركا سي دينة نبي الله موسى شاقنا اي هدنا كتابك قرآن كهي رسولك عليه الصلاة والسلام بينينا اي دينة نبي الله موسى او مركا سي عديها يسي ان نبغينا عليه الصلاة والسلام نبي آخر الزمان ويهي كتاب كيسنا ويهي كتاب كيودن بي كتبت إلهي لغو ختمي نبونا سداس ويهي إيا صفات كنبو عليه الصلاة والسلام اسكالي يهي ومركاسي أهل التوراة يقينين نمان كهدا نبو عليه الصلاة والسلام وقت يسي جوغنه نمان مركاسي أردهاز كسوهر جيدة أيهين أيهو نبو عليه الصلاة والسلام حسدايا إلهي مرك رسول كيسو حوكوداهي. ولقد حقيقها آتينا وانو سيني موسى النبي موسى الكتاب كتابك ايان سيني كتابك مركا دساس لو معرفيه وهو يتوريد وي مركا نبي موسى كتابك توريدها ايان سينو الالهي. فلا تكونها اهان سيدك محمد كهو في مرية شك مدوغا غصغن من لقائه نبي موسى لكل انكيس هذا الالهي وحوده سبحانه وتعالى شكها كقبن نبي عليه الصلاة والسلام شك ما كقبايو لكن خطاب كايا السجها لكن مرادك غير كيسوي نبي عليه الصلاة والسلام نبي الله موسى وحول كل مي مراحل دوره وحول كل مي
oo waxa weeye wuxuu la kulmay habeenkii maartay leelatul isra ayuu meelo dhowr ah ku la kulmay waxa markaasi kamid aheeda meelaha uu ku la kulmay sidii xadiiska saxiixa ay u ahay nabii kaleey salaatu salaam waa tuu dhahay nabii muusa ayaan arkay meesha la yiraahdo kasibul ahmar markii nabiga la dheelimay weeye isagoo yusalli fi qabri wa huwa qaaimu yusalli fi qabri asagoo taagan oo qabrigiisa ku dhex dukanaayo arintaasoo markaasi waxa weeye arin fara badan ay maaratay ay ka iimaaneyso oo waxa weeye ilaahay subxaana wa taala anbiyaada ilaahay maqaamaadkooda oo nagu tusaayo in anbiyaada markaasi aysan waxa weeye maaratay qabuurtooda ay ku nool yihiin oo xayi ay ku yihiin oo markaasi tasarrufaad ay ku leeyihiin isla markaasina waxa weeye cilaaqa inay ka dhaxeeyso bayn al hayy wal maut qofka waxa weeye nool iyo qofka dhintay inay cilaaqa ay ka dhaxay karto isla markaasi tasarrufaad inay leeyihiin anbiyaada ilaahay wahum fi quburihim ayagoo quburahooda ku jira inay tasarrufaad ay iska leeyihiin saas daraadeed dadka maaratay saalixiintuna ayaguna sidaas oo kale weeye inkastoo maqaamka anbiyaada aysan gaareynin waxa kale oo nabii kaleey salaatu salaam nabiyullaahi muuse uu la kulmay isla habeenkii la dheelminayay samada lixaad ayuu kula kulmay sida axaadiisa saxiixa soo aroortay markii nabiga kaleey salaatu wasalaam kontonka salaadood lagu farad yeelay oo markaasi nabii muuse uu soo marayo rabbigaaga su-aalo takhfiif oo u dhahayay ilaa markaasi waxa weeye shan salaadood laga dhigo waxaa nabigu kaleey salaatu wasalaam kale uu kula kulmay markii ambiyada dhammaanteed nabiga Baytul Maqdis loogu soo aruuriyay oo nabigu kaleey salaatu wasalaam imaamka u noqdane haddana ambiyadii oo dhamayba ahaayeen markaasoo nabi Muuse markaasi asaguna kamid ayuu ahay marka hadda lamiirkan markaasi in loo celiyo falaa takun fi miryati min liqaa'ihi nabi Muuse loo celisho sidaas ayaa markaasa ugu tafsiir wanaagsan masdar kuna waxa weey mulaafu limaf'uulihi waaye oo waxa weeye falaa takun min liqaa'ika muusa ha ahaanin markaasi la kulanka nabi muuse aad la kulantay leylatal isra mid shaki ugaga jira ilaahay markaa wuxuu dhahay subxaana wa tacaala falaa takun ha ahaanin sayidka maxamedka ahow fii miryatin shaki mid ugaga sugan min liqaa'ihi nabiyullaahi muuse la kulankiisi oo markaasi aad la kulantay leylatul isra meelo badanna aad kula kulantay وجعلناه وحانو كيالنو إلهي نبي موسى أمس اللاميرك الوعي لكتابك توريد هو الوسود جي هدى هاديا مد هنونين آيه لبني إسرائيل غير بنو إسرائيل هنونين آيه وهو هو نبي الله موسى وهو هاي مد هنون شه غير بنو إسرائيل أيو هنونين آيه أما كتابك توريد أيا وحا هنونين آيه غير بنو إسرائيل ونبي الله موسى قبيل كيس أهيو الله صوت دري haddana alla wuxuu dhahay isagoo ka waramaya reer banu isaa'il gaar ahaan waxa weeye maaratay anbiyaadii oo markaasi reer banu isaa'il amase waxa weeye adbaacul anbiyaa anbiyaada dadkii raacay ilaahay wuxuu dhahay wajacalnaa waxaanu yeelnay minhum reer banu isaa'il xaggooda a'immatan imaamyaalo wajacalnaa waxaanu ka yeelnow ilaahay minhum reer banu isaa'il xaggooda a'immatan imaamyaalo oo waxaa ku jiray a'imma oo markaasi waxa weeye lagu dayanaayo oo yahduuna hanuuninaaya dadka biamrina amarkayna ku hanuuninaaya lama goortii sabaruu ay sabreen oo ilaahay oo diintooda ku sabreen balaayada ay ku sabreen oo cadawgooda uga imaaneysa marka hadda anbiyaada reer banu isaa'il anbiya fara badan oo markaas isdaba socotay ahaayeen oo markaasi kitaabka tawreeda iska dhaxla iyo dadkii adbaacul anbiyaa ahay oo anbiyaada ilaahay dadkii raacay oo saalixiinta ahay alla wuxuu dhahay subxaana wa tacaala waxaanu ka yeelnay imaamyaalo ayaanu ka yeelnay dad qaadaha oo wax hogaamiya oo dadka ku hanuuninaaya amarkayna amrudiinka ku hanuuninaaya laakiin waxa weeye goormo ayay markaas saas ay noqdeen lama goortii ayuu dhahay ilaahay sabaruu ay sabreen markay sabreen ayay darajadaasay gaareen oo markaasi mashaqooyinki iyo dhibaatooyinki lagu hayay ay markaasi ay ku sabreen maxay la sabarka ayaa ciribtiisu khayr ay tahay sida nin shaacira uu dhahay
الصبر كصبر مر في مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل يوده صبر كوهوي وصبر كوكله لدى من تيسنا آذي يقرارته هسي شيء عرب تيسا وحا كدشا أيا أحلى من العسل يوده أيا مربك كم عام بدن مرك غف كسته ودر إلهي أصبرت ووحوي ضاعد إلهي كصبرت ودينت كصبرت إلهي سبحانه وتعالى عرب وناسا أيوصينا يا معنوه نو حوي وحانو كدقنا يا إمو مركي وحوي أئمو أو حقا مركي سي حقا يو صبرين أي وحوي دباتذنك يوحي أغا إمانا يخلقا يدل قاتين مركي سيداس وحوي وحي علمو يرادان مقاماتك قفك لما قارسيو إلا مشاقوين أيوه غهر ريان أو مشاقاتك أسمحاوي أو كسو صبرو وحوي مركي سي مقاماتك لما قارسيو معايا الآيادان أيال لغا فهما إيا آياد بضان إيا حديثته معايا لإلهي وحوه الله وحانو كيالنا إما آيانو كيالنا وضدك هنونا أي أمر كينا كوها مننا أي لكن لما صبروا الإلهي مركي كو صبرين دين كودي كو صبرين بلا يدي أي كو صبرين عدو قودة إيا إيمانيس معايا لواحا الربا دين تأي لغو صبره ووحا ويا لدل قاتا أي الوبا هنية وهدنا وكانوا أي أهادين أو الإلهي سبحانه وتعالى بآياتنا آيات كينا أو تسالينا يا قدردينا يا وحدانيتينا يوقنون كو يقينا اي هذين وهاوي ايمان كودو هو كدسنا يقين ايمان كايا هو كدسن يها يقين ايمان او شك كو جرى ايمان ما حبا لغا سو قادي مايو وعلى ربا قفك وها او روميسن يها وها او روميسن يها انو يقين او روميسن يها هدان يقين جرينا شك شكي اي ماك اميش ارنتو تمادو وها سو كلو حبا ايمان لغا سو قادي مايو معايل الله يهود أي وكانوا بآياتنا يوقنون الإلهي هذا الله يهود أي سوى رسولك صلى الله عليه وسلم إن ربك ربك يقول إلهي سيدك محمد كهو هو يسوى يفصل وكال ساريا بينهم لحظوظ يوم القيامة قيامة مالين تيدة فيما كي كانوا أي هذين فيه إساق يختلفون وإسو خلاف خلائق ذات المركز أدون كان جوكتا ووحا وي إسخلافسا oo dadna baadil ay ku sugan yihiin dadna xaq ay ku sugan yihiin meesha lagu kala saarayo oo ay ku kala baxayaan oo maxkamadoodu ay ka dhaceyso oo raacfaan iyo waxba laga qaadanaynin cid walbana wixii ay sameysay dusha laga saarayo waa maalinta qiyaamada Ilaahay maxay ila adduunyada tan iskhilaaf iyo mashaakil iyo dib iyo maaratay isjiijid ayaa lagu jira لكن محاوية ما أنت قيامه ولا كلا بحاجة. مركز صورة الله سبحانه وتعالى إن ربك رب جاك وسيدك محمد كهو يفصل وكلا ساريا بينهم لحوض وكلا ساريا. ضمير كانوا حالوا عنا مؤمنين تيا مشركين توي. أما سبين الأنبياء وأممهم أنبياء ذي أم ذهودي ووحوي مارتيا ومذوهنا أي أنبياء كسوهر جيرين أنبياء ذنا أي حق أشياء جايين. meesha lagu kala bixinaayo oo waxa weeye maxkamadu ah waa maalinta qiyaamo yoomal qiyaamada qiyaamada maalinteeda u dhahay ilaahay waxa marka meeshaas ka cad adduunyada tan inaan lagu kala bixinin waana cad hayo ayada maartay cid walba ay dood iyo dhibaato iyo mashaakil ay ku sugan tahay dadna ay xaq ku sugan yihiin oo la iska soo horjeedo ilaan xaq iyo baadil marowbo iska soo horjeedaane ayaa adduunyada laga tagaya وقف بوقت يسعى دمانا يا لكن ما شلوك على بحاي وقيام ذا وين في ما كي أيا إلهي سبحانه وتعالى كوك على سار يا كانوا أي هذين فيه سجى يختلفون قوس خلاف وهي سو خلاف جيران أيا لوك على سار يا وأمر الدين كاسهاي دين تان الله يسقها يستو وصان هو يسان لله يهاي إلهي سبحانه وتعالى أدو من كيسا على سار يا هذا الله هو إلهي سبحانه وتعالى أولم يهدي لهم ميسان عدانين كم ان مسو اهلقنا انو هلاقني من قبلهم ايغ هرتود وقت هدا وحا لا سي ورماي نمانك كفار مكاهاي او نبينا عليه الصلاه والسلام كسو هرجيداي او هدانا وح غداشودا جرا اي وح هرتودا جرا مر مدنا ان فيرنينين الهي وحو ليه سبحانه وتعالى اولم يهدي لهم همسدان وحي غليس شيء محذوف وودنا كو عدفنت وما غافلين نقضين ايو ده الهي وما عدميا وما ذيها ايه كوري يوحي مركز قبصة اولا يهدي لهم
ميوسن وعدانا والإلهي كم إن مسو أهلقنا آنو هلاقني من قبلهم أيه هرتوض أو من القرون والإلهي أم ضيالة أو من القرون أم ضيالة ولو هلاق مركز كفر جودي يمشون حال أي صعنا يان قلده هذا الجوكتور نبي كسوجي عليه الصلاة والسلام في مساكنهم كواس الهلاقي قريه أي كصعنا يان يمشون حال أي صعنا ينو الإلهي لهم لمير كاسها لقى حالين يا في مساكنهم قريه أي كلح صعنا يان مركز سفر يان قريش لبر رحلة سفر جيران رحلة الشتاء والصيف ومرنا شام أصو سفر جيران مرنا يمن أصو سفر جيران intaasna waxa weeye waxay mari jireen meelihi markaasii waxa weeye umadii hore lagu halaagay reer caadi iyo reer samud iyo qoomulood iyo dhulki lagu halaagay ay markaasii arki jireen marka waxa weeye asartiyo waliba muuqata waxa la rabaa marka intaas inay ku cibra qaataan wax ka soo adduunka soo dhacay oo markaasii masaa'ib ah in la ogaadaal qaba oo cid walba ay markaasii arintaas ay waxa weeye xasuusato markaas uu dhahay Alla subhanahu wa ta'ala يمشون حال أي سعنايان في مساكنهم قريهود أي كلح سعنايان ماشي مركاسي أي كنو لا جرين وي إن في ذلك كاسل صوش يقول إلهي لآيات آيات أي كسوغن وإلهي قتردي ستصالين آي أفلا يسمعون صو مغلمان إلهي سماعة الدبور واتعاد وي إن في ذلك كاسل صوش يقول إلهي هلاق أمضها أسل هلاقي لآيات آيات أيا كسوغنو الإلهي دلالات على قدرة الله تعالى ووحدانيته أود إلهي إنه ليه ظالم كس إنه هلاق أفلا يسمعون صو مغلمان إلهي وصود لقي سمايا سماعة الدبور والتعاد إنه فكران ويوانا قاتان صود لقي سمايا ويمغلايا لكن وحوي سماع عوض سماع قبول وتدبور مهن لقاها وعدوا البهد لقاها وحوا كما غشا لكن مرها دان عمل فل أو سنجر waxay ka dhigantahay qofkaas waxba isagoon maqal oo wax markaa hiiso gaara ay sajirin ayuu ka dhigantahay waxa yeelay dhigihiisa wax intifaac u leeyahay ma jirto oo dhigihiisa markaas quluubtiisa uma daloolaan haddana Alla wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala awalam yarow miyaysan arkaynin anna anagu nasuqul ma'a biyaha inaanu kaxaynayno ilal arli arlada aan u kaxaynayno al jurusi oo yaabiska ah oo engegan fanukhriju bihi aanu ku soo bixinayna ma'i زرع عن زرع ضلق آن كصاب بحينه زرع جاسو تأكل منه أي كعونيسو أن عامهم نعموليدو ذا حوله إليهين يا وأنفسه من فيال كودة أفلا يبصرون صو أركمانو إله هذا إله سبحانه وتعالى الدلاء مركاسي وترد الله أي وحدانية الله تصالين إيسا أيقنا مركاسي نعموين وهو لقدونا يشكر جيدي أي الله تصاياه الله وحوده أولا يروا ميسن أركي نور إلهي كواس ألبيني لأيه أنا أنه نسوق الماء بيه إنان كحينين بيه مدر كوي أو سمد كإيمان أي أمس كو أرلد كإيمان أي سيد مارتي وبياش أي حفروين كأي بيه كصوبح أي إلى الأرل أرلد أن أكحينين الجروس أو يابس كايدو إنكينيدي الله تيلا نوات فيها وي رل أو قفرة أو باب أسن وأبارو كل عضي وجلالة أي إله سبحانه وتعالى مدر كينية عرضي بار نولانيس نباذا كصوب حاية نباذ كمركو كصوب حوله دي باع عناية نفتو دي باع عنايس نعف بيك هلايا بركة أدى الله إنت أسوكياني إنو عابدان وي إله أسكو شكريانا لوبا هنية لكن وحوية حيوان كميش جوغي أي كسيل ليتان ساس مركة لوغا غهاري مايو فنخرج أن خصاب حين ينوده الله سبحانه وتعالى به بسبب الماء ما سبب كي صول إلهي زرع عن زرع أن خصاب حين ينو وعوي زرع وبدر كوي زرع جاسو تأكل منه أي كعونة يسو أن عامهم نعمولي ذو إلهي نعمولي ذا نعمولي ذا إليه وي يا وأنفسهم نفط هذا هذا إلهي وحوله تأكل منه أن عامهم نعمولي ذو ذا عيوله أنعم تبال لهر مريالي معايا لأقل جيدو أيام مقدم مهالي معايا لأ وهو أقل جيدو حولها مركز عن مضوض وحي كور مرسنتهاي أيقو حوي وحي يوم وليس مارين أو عقارة أي عن مبلا بايا
وأنفسهم أمور إلهي هدنا في الكود واحد لو دبا مريا ددك عنمدود ددك مركي وخي بسلادان او بدرك او بسلادو مركاس كبعد اي ايغو عنايا لكن حوله ايغو waxaa weeye wixii markaas cagaar ah ayay cunimada bilaabayaan markaas saa loo hormariyay taakulu minhu ay ka cunayso ilaahi an caamuhu nicmooyadooda ayuu dhahay ilaahi wa anfusum naftooda afala yabsuruna saw arkimanu ilaahi may ogaadaan inaanu qaadir ku nahay ala iyaadatiin maalinta qiyaamina soo celino aanu xisaabno may arintaas ku ogaadaan adana allah wuxuu dhahay way quluna waxay ku qowlayaan nimanka mushrikiinta mu'miniinta wixii ku leeyihiin ayagoo jees jeesaya mata goormo hadal fathu fathigan oo kana u ahaday anaga iyo idinkana la kala saarayo in kunduma dad ahaatee mu'miniinow saadiqiina ku kurun sheega warkaas ila hadda ilaahi subhanahu wa ta'ala inna rabbaka huwa yafsilu baynahum yawmal qiyamati ilayna soo dha arintaasay markaasay waxa way baciidsanayaan sabab nusulka ayadaanaas wuxuu ahay muslimiinta ayaa waxay dhihi jireen qolooyinka kufaarta ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa fathi naga kiinsii doona ilaah baana kala saari doona anaga iyo idinka ahlumaka nimankii ahaayaa marka waxa way warkaas markay maqlaan ayay waxay dhihi jireen bidariiqil isijaal ayagoo degdegsiina dalbaaye haddana beeninaayo jees jeesaaye mataa hada alfatx yaa dhihi jireen ilaa waxaas wixii leeyihiin ma leh markaasuu ilaahay ka xikaayo alla wuxuu dhahay wayaquuluuna waxay ku hadlayaan oy leeyihiin dadka muuminiinta mataa goormo hada alfatxu fatxigan kala saarkaanu goormo ayuu ahaaday in kunduma dad ahaateen saadiqiina kuwa ku run sheegaaya qul waxaa u tiraahu ilaahay yowma alfatxi kala saarka yoonkiisa u dhilaahay cadaabka marka waxa weeye lagu dejinayo laa yanfacu ladiina kuwa anfici maayo kafaruu kufriyay iimaanhum iimaankoodii anfici maayo walaa hum mana ahaanayaan yundaruuna kuwa loo korto u dhilaahay oo maalintaas hadday timaado maalin waxa weeye iimaan iyo waxa weeye cudur daarasho iyo midna ay jirta maahan ciddii maanta aana rumayna maalintaas waxa weeye waa ku halaagsamaysaa maxaa iimaanka maqbuulka ahu هو الذي يكون في الدنيا ومثل الدنيا ذانا مركي وحاوية وبورها لغا صبح كبعدنا إيمان لغا أقبل ماي مركا سودة إلهي قل وحا أترى ذا قولة ساس ليس يوم الفتح فتح غمال انتيس لا ينفع الذين كوي أنفع ماي كفروا كفري إيمانهم إيمان كوي أنفع ماي هذا ميان ولا هم من أهان آيان الله سبحانه وتعالى ينذرون كوي لو كرتو oo tawba iyo cudur daar cid ka aqbalaysa ma jirto hadda ayaa adduunka inta la jooga cid walba waqti uu la simanyah fa arid ka jeesow dha ilaahay anum kuwaas ha gooda wan tadir koro ayuu dha ilaahay marka cadaab ku soo deganaayo innahum ayagu muntadiruuna kuwa koronaayo way adna xaadisay kula sugaayaani ilaahay wuxuu subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa ku dhahay fa arid anum kuwaas ka jeeso laakiin waxay ahdaa la yidhi nabigu caliis ka tagaa leeyahay ana u bambixin waas inta nabi kaleey salaam salaam jihad kala farina al iriyo ayatul jihad ayaa lagu nasaxay maadaama suuradaanu suurad makkii ay tahay ama waxa weeye waxba lama nasaxine waxa waa suurta gal ah la yiri ayadu inay muxkama tahay oo ka jeesadaanu ay tahay ee maaratay ki ayaga kamid oo islaama cudur daarkiisa aqbal waxa uu ku sugan yahayna faraha ka qaad weeye arintaasina waa dhacdo nabi kaleey salaam salaam dadkii dambiyada xoog gala galay intay maaratay gaalad ahaayeen waxa kamid ahay ninki wax shala dhihi jiray oo adoonka ahay oo waxa weeye Sayid Xamse dilay oo si xun u dilay Nabi Cali sallallahu alayhi wasallam markuu islaamay ka bacdi Nabi waa ka jeesay Cali sallallahu alayhi wasallam iyo cidi markaasi waxa weeye islaamka soo gashay caamul fath sanadkii ahaayo Abi Sufyaan iyo ay kamid ahaayeen Nabi Cali sallallahu alayhi wasallam farahu ka qaaday saas ayadana hadii la yiraahdo markaasi waa ihtimaali kartaa فأعرض كجي سود إلهي عنهم كوا سقوضة وانتظر كل أيود إلهي عذاب كمركو كسود دقايو عذاب الدنيا أو كسود دقايو إنهم أيقوا منتظرون كوا كرنا أيو ويو أدقبا حادثة يكول سقايا إن أدمتو أم بل قدلو أو مركز أي كارها حيستان أرنتا سيتا من جرين أو وعي ليه جرين محمد وانا قد مدونا وانا قد تقدونا وأهلاك سمدونا مركز أنو كارها حيستانينا marka halkaas waxaan noogu dhamaaday suuradii 32 oo suuratu sajda halkaan waxaynu ka gelinaa suuratu al-ahzab oo markaas suuradii 33
أصي شهادة عشر كين أنت سوك إجهي والله سبحانه وتعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.